أحسن الله إليكم. وردنا هذه الأسئلة من الأخ أبو محمد، يقول الشيخ صالح: في مدينتنا يؤذن الأذان الثاني في المسجد قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة من هذا الأذان، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل علي الإمساك إذا كنت صائم مع هذا الأذان؟ يا أخي، أخشى أنك من الذين يشككون الناس في عباداتهم، وهم جيل ظهر الآن يقول إن الناس يصلون قبل الوقت ويصومون قبل الوقت وما أشبه ذلك. المسلمون الحمد لله على خير، فصل مع المسلمين وصم وأفطر مع المسلمين واترك الوساوس. نعم.